سالي، تاني فقراتنا لليوم بتحمل معاني وطابع الجمال مع صبيتين حرفيتين بيتميزوا بمواهب رح نتعرف عليهم. أكيد قدروا يجمعوا الفن والألوان والجمال بأيادي سورية ماهرة. رح نتعرف أكيد معنا الحرفية سلام سلوم وهبة صالح لنحكي عن مهنة تشكيل النحاس والمعادن ونحت المواد وأكيد صناعة الحلي والأحجار الكريمة. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم. دائما وجود الانثى باي مكان مو لانه نحن بنات بس بحلي بيعطي هيك لمسه انثويه. بدايه رح نبدا معك سلام لنحكي عن وجودك بخان الزجاج يمكن والشيء اللي انت مثلا بتحبي اللي عم تشتغلي فيه تحكي لنا عنه تفضلي. سلام سلوم جرافيك ديزاينر وحرفيه بخان الزجاج. طبعا انا بلشت هون بدورات تدريبيه وشوي شوي من حبي للحرفه ويعني شغف اكيد الموجود قدرت انه بعد فتره صير مدربه. كنت بالاول متدربه بعدين صرت مدربه وصرنا حرفيين يعني ما عدنا نجي نتدرب وهي صرنا لا نحن ندرب. طبعا هلا الدورات تدريبيه. أنا حرفتي هي تعشيق الكهرمان والأحجار الكريمة والحلي. طبعاً كل شيء فيه فضة وأحجار كريمة كل الأحجار، بس هلأ حالياً عم بشتغل بالكهرمان وعم حضر لمعرض دمشق الدولي. أكيد رح نحكي سلام عن مشاركتك أكثر ونتعرف أكثر على مهنتك، ولكن بدنا نروح لعند هبة ونتعرف عليها. يسعد صباحك هبة. صباحك. مثل ما عرفنا بتدرسي طب بشري. سنة رابعة. سنة رابعة. كيف جمعنا اليوم بين الحرف وبين الطب؟ هلأ أنا بالأساس عندي هواية الرسم، يعني عندي الشغف إني يكون عندي هيك شوي تطرف عن الدراسة، وبنفس الوقت يعني كلهم بينفذوا على بعض. يعني الطب حلو بس بنفس الوقت إنه تمشي معه رسم بيعطي الموضوع أكتر يعني جمالية أكتر، بتحسي فيه شغف أكتر، في حلاوة أكتر. يعني هبة يمكن دائما الطب ما نو بالأمر سهل، يعني الطب فيه عملي والطب بدك تحضري بالجامعة وبدك تقري كتير، يعني قديش عندك كمية من هيك الطاقة والإبداع لتقدري أنت تجمعي شيء بتحبيه مثل ما قلتي ودراستك كمان أكيد بتحبيها لدراستك، ولكن في شغلتين بتحبيهم وهي صعب. يعني نحن عم نشتغل وبندرس بنقول هي قصرنا شوي بالدراسة. صحيح. عم نشتغل كيف عم تقدري تجمعي بين هالاثنين؟ هلا بس يكون عندك شيء انت حاببتي يعني انت ملاقي حالك فيه وبتحسي انه كل يعني كل يلي عم تعمليه فيه يعني عم يحلي يومك اكثر واكثر. اكيد ايه. وبنفس الوقت يعني الشغله بس كلها تنظيم وقت، يعني هي صح صعبه شوي، يعني احيانا تضطري تتخلي عن شيء كرمال شيء، يعني انه مثلا طلعات مع رفقات مشاوير هيك، انه احيانا لا انه بس كرمال انه انا ضل عم مارس هوايتي وبنفس الوقت لحق دراستي، فالشغله كلها بس تنظيم وقت. سلام كنت عم تحكي لنا من شوي اجيتي لهون يمكن عملتي دورات صرتي مدربه، خلينا نحكي اليوم عن الشغف اللي بيخليكي اليوم تمسكي هاي الاحجار الكريمه لتصنعي منها يمكن فينا نقول اكسسوار قطعه يمكن مميزه او بتحمل طابع خاص، وبنحكي كمان شوي عن مشاركتك بمعرض دمشق الدولي ايش راح تكون. تمام. هلا اول شيء انا اول ما اجيت بلشت احترف الحرفه واشتغل فيها. بالاول كنت اتلبك، اول قطعه اشتغلتها كبيتها وعدت وكثير كان في جهد وتعب لحتى احترفت هاي الحرفه. بعد فتره صرت فوت بالحرفه اكثر، صرت ما عاد بدي بس انا قطع يعني بس اكسسوار او حلي هيك بس عاديه، صرت اشتغل على حضارات سوريه قديمه وحولها أنا بطريقتي لمجوهرات وعشقهم بأحجار كريمة. هلأ بس شاركت بمعرض دمشق الدولي الدورة 60 هذيك السنة، أول شيء كنت يعني خايفة إنه لسه شيء جديد، ويعني موجودة هي الحرفة من وقت الفينيقيين ما بلشوا يتاجروا فيها على السواحل السورية، وبعدين صارت نادرة، ما عد وجدت كثير.
واذا وجدت نحن بنشوفها بالمسابح اكثر شيء، فانا اخذتها بموضوع هيك خاص فيي، اشتغلت فيها. وبس شاركت بمعرض دمشق الدولي كان كثير في استغراب، ويعني انه كثير صار يعيطوا لي اخر شيء كهرمان كهرمان كثير لقيت اعجاب من العالم وكثير حبوه. تمام، يعني سلام وهبه حاطين اغراض قدامكم، رح نبلش معك سلام نشوف هدول الكهرمانات. خلينا نشوف هدول اللي عم نشتغل فيهم اليوم. هلا في شيء خالص معي وفي شيء عم تشتغلي بمرحله الشغل. اعطيني اذا بتحبي نرمين. قديش صار لك سلام اذا بدنا نقول بالمهنه؟ لي سنتين ونص تقريباً. يعني جديد تقريبا يعني، فيمكن شغل كتير حلو كتير متقن. مثل ما شفنا يعني هاي القطعه كل صبيه يمكن بتنبسط انه تكون حاملتها بايدها. هلا هون بلشت فوت بحضارات سوريه، هون هي حضاره معبد العيون الحسكه، قريت عنها كثير، هي من 3500 سنه. هي انا معشقه بس بعدني مو ملمعه، هي فضه رح ترجع تصير هيك بس بمرحله معينه. خلينا نحكي سلام عن هي القطعه اليوم، كيف صنعتيها؟ ويمكن فيها كذا لون. صحيح، هلا هي كهرمان من كذا خامه وكذا لون. اللي هن شو الخامات؟ كلهم كهرمان بس كل خامه وحده بتجي عتيمه وحده بتجي شفافه اكثر. هي. يعني هي مثلا نرمين اغمق شوي، ما بعرف اذا تحطيها على الكاميرا بتاخذها الكاميرا نفس اللي كمان مثل هيك الخامات بتختلف الدرجات الالوان. صحيح، انا بحط التصميم ببالي كيف بدي احطهم صفصفهم وبرجع بمواد صمغيه معينه بجمعهم وبلمعهم، يعني بمروا بكذا مرحله ليوصلوا لهذا الشكل. قديش بتاخذ معك هي القطعه شغل تقريبا؟ هي بتاخذ اسبوع احيانا بتاخذ شهر. مده كثير طويله يمكن. طبعا بتاخذ جهد وتعب ووقت كثير لحتى. كيف اسعارهم؟ هلا اولا في بدك تحس بالفضه قد ايه الفضه وكم حجر محطوط أكيد. فيها. هبه شو عندك؟ انا يمكن سالي شوي مهن ما لنا متعودين عليها، يعني دائما احنا بنواكب المهن. عجبتني الكهرمان انا كثير حلوين. اول ما بديت بحرفه النحاس التشكيل، هلا اول شيء الحرفه لفتتني لانها تقريبا يعني تقريبا مندثره، وبصراحه ما شفتها موجوده هون، شفتها يعني قبل 3000 و4000 سنه بالقصور القديمه، بالقلاع، بهدول كانوا يحطوا التحف النحاسيه المشكله انه فازات او مجسمات او اي شكل بيخطر ببالك، كانوا يشكلوهم على النحاس ويحطوهم انه قطع متحفيه عرض. فحبيت هالموضوع كثير، واول ما بديت بالنحاس بديت برسم، يعني بديت كنت عم ارسم مع الكاميرا. كيف تعرفت عليها؟ قلتي لنا انه هي يمكن قديمة، حرفة قديمة ومندثرة إذا بدنا نقول، كيف أنت تعرفت عليها؟ هلا أول ما جيت أنا كنت متدربة هون بخان الزجاج، فلما بلشنا تدريبه هيك كتير لفتني موضوع النحاس. يعني بلشت أول فترة، أول تجارب إلي كانت كمان إنه بس رسم عليه مينة مثل اللي أخذتي بورتري. خلينا نحكي عنه شوي. هو صراحة صعب شوي لأنه عم تعملي مع معدن شيء قاسي يعني، فأول مرة تاني مرة ثالث مرة لحتى هيك يعني بلش يزبط معي. بعد فترة منيحة يعني هلا مثل ما قالت سلام كنا متدربين، هلا صرنا مدربين، ويعني مو هي حرفة مندثرة، فكتير منحب انه هالشي اللي عنا ننقله للي بعدنا انه يضل موجود ويضل عم يستمر من جيل لجيل. قديش حلو انه يكون عنا حدا بيقرأ تاريخ، بس تم قراءة التاريخ ومعرفة شو عنا بتاريخنا وإعادة إحيائه، فهذا أمر مانو سهل. هيدا كمان لوحة تانية عم تاخدها الكاميرا، وبس بين ما تاخدها الكاميرا بدي تحكي لي أكثر عن مراحل الرسم. أخذتها الكاميرا هي للصورة، أحكي لنا عن مراحل رسمها. هلأ الحاسب في إلها معدات خاصة، في إلها موتورات، في إلها يعني حتى أحيان وجوه، احيانا مشرط العمليات كمان بيستعمله، يعني بيستعمله بالعملي تبع الطب نفسه. ما هو الطب فن بالنهايه يعني عم نقله. فالرسمه اللي انا رسمتها بنقلها على النحاس، يعني برسمها بحبر. كان هي الرسمه بالذات اللي اخترتيها هي شو؟ هلا هي هو هذا نمط رسمي هيك، يعني انه ما بحب الشيء الواضح، الشيء اللي بحب الشيء اللي له كثير معاني، كثير له معنى عميق.
وهي بصراحة كده وقت بديت وقت رسمت على الورق كانت مشروع من مشروع جديد عم ابدا فيه عن الامراض النفسية انه سكتش عن المرض وتعريف عنه هاي كانت جزء منهم نعم. فلما جربت على النحاس هي كانت اللي حبيت انه شوفها كيف راح تطلع على النحاس فبعد ما انقل الرسمة بالحبر بالموتورات ببلش يعني بعلم عليها وبصير بشتغل فيها. يعني هبه كنت عم اسالك شو الرابط بين الفن والطب فطلعتي عم تجسد الرسمات هون هي اول قطعه كمان اول قطعه بتطلع معي اول وحده هي شو مناره مناره تمام كمان يمكن ما بعرف اذا اخذت الكاميرا ولا لا هيك قطعه قديش بتاخذ معك وقت تقريبا هلا بتاخذ معي تقريبا بين الساعتين والاربع ساعات حسب الوقت اللي عندك تمام يعني شغل حلو رائع بتعرفي انه انا اول مره بتعرف على هذا الشغل مع اني سوريه وخاصه انه انت هو عم تعيدي احياءه هبه يعني شيء كثير حلو بدنا نرجع لك سلام ونحكي عن الكهرمان انا كثير حبيت موضوع الكهرمان والاحجار هل الحجر هذا خلينا نقول دائما نحن قلنا بنربط الاحجار بطاقتنا الكونيه صحيح. الكهرمان عارفين شوي عنه هلا مشاهدين بيقولوا شو شو الكهرمان خلينا نتعرف عنه هلا الكهرمان هو حرفة كانت موجودة على وقت الفينيقيين كانوا يتاجروا فيها يجيبوها على السواحل يحولوها لحلي ويتاجروا فيها وبعد الرومان صاروا يشتغلوا كمان فيهم وبهالتاريخ القريب بلشت تصير نادرة وما عد شفناها غير بالمسابح هي مواد صمغية معينة قديمة كتير عمرها شي 3500 سنة تماما يعني سلام وهبة كنا عم نحكي شوي قبل انه يعني خايفين على المهن من الاندثار ولكن بس يكون عنا يمكن شباب انتو جداد صبايا بأول العمر ومهتمين بهذا الموضوع اليوم بتحسوا قديش عندكم شغف تعلموها لناس تانيين رح أبلش من عندك هبة اول ما جيت لهون وخاصه هون يعني وجودنا بين الحرفيين يعني انه لما بلشنا نعمل يعني انه نعمل جوله هيك نتعرف على كل حرفه يعني ما توقعت انه يكون تاريخنا مليان انه هالزخم الكبير هذا وكله انه ما بنعرف عنه شيء يعني من حرفه الزجاج للنحاس يعني كل الحرف للموزايك كل الحرف الموجوده ما توقعت هون انه يكون لهم هالعمر الكبير وهالتقل الكبير وكمان استقبال الحرفيين هون قلنا يعني كان كتير حلو يعني انه هيك جو كتير حميمي وكتير كتير بحببك بالشي اللي انت عم تشتغليه فانه لما بلشوا يدربونا شفنا يعني شفناهم لما صرنا انه كيف كانوا مبسوطين بالشي اللي نحن وصلنا له فهلا يعني ان شاء الله بمعرض دمشق الدولي وبعده بديانين بدورات تدريبيه هلا عملنا دوره اوليه هلا بديانين بوحده ثانيه رح تبلش بعد 20 يوم ان شاء الله وكمان انه نحن الصبايا يعني نحن الصبايا نحن بس تنتين من مجموعه عم ندرب هدول الحرف وكثير رح ننبسط لما نشوف اللي عم ندربهم يعني أكيد انه حاملين هالشيء اللي نحن اعطيناهم اياه اكيد كمان سلام حكيتي ببدايه حديثك انه انت بلشتي كمتدربه بعدين صرتي مدربه قد ايه حلو اعطاء شيء منك لعالم مشان يضل موجود يقولوا هي علمتنا صحيح. وكمان في نقطه كمان نحكيها نيرمين انه وجود الصبايا بخان الزجاج وكسر الحاجز صاروا صحيح. كل الصبايا بدهم يجوا في بنات هو يعني نبلش من شغله واحده كان من زمان نكسر النمطيه تماما كانوا يقولوا انه البنت ما بتقعد بالقهوه هلا البنت هي اللي بتقعد بالقهوه تطلب الارجيله يمكن خلينا نحكي شوي انه قديش شعور حلو انك انت صار عندك طلاب وطالبات اكيد هلا شعور كثير حلو انه انت عم تعطي تاريخ بلدك لشخص لازم يكون هو كمان مقدر هذا الشيء واخده بجديه يعني مو انه هيك كيف ما كان طبعا نحن بدنا نخلي تاريخ بلدنا ينشاف بالعين مو بس نقراه بالكتب من خلال الحرف التراثيه القديمه يلي عم نشتغلهم طبعا بنتشكر الجمعيه الحرفيه هون يلي حاضنتنا بخان الزجاج طبعا على الجو يلي قدموا لنا اياه والحميميه وهيك العائله العائله اكيد يعني اذا بدنا نسالكم عن الخطوه الجاي
لوين بتحلموا توصلوا يمكن بالحرف اللي عم تشتغلوا فيها؟ هبة تفضلي. هلا الحرف اللي عم نشتغل فيهم في منهم شيء اصلي يعني تاريخي قديم من حضارتنا، وفي من يعني عم نجيب من حضارات تانية ونعطيهم الطابع الدمشقي او الطابع السوري. فهالشيء انه لقدام يعني بعد 100 سنه و200 سنه او بالمستقبل القريب انه راح نكون قادرين نعمل كادر يعني بيدير باله على الحرفه، بيدير باله على التاريخ، بيحمل هالتاريخ من جيل لجيل. فبالخطوات الجايه ان شاء الله هلا وجود المعهد هون لقدام رح يعطي كثير نتائج حلوه ان شاء الله، ويعني النتائج ان شاء الله بتشوفها بمعرض دمشق الدولي هذا واللي بعده ان شاء الله يا رب. ايضا سلام، في هيك خطط جايه عم تشتغلي عليها؟ كمان الديزاين والجرافيك هو موضوع كثير مهم، يعني اكيد بده يكون في شغل كثير كبير وجهد مبذول. بدنا نتشكر وجودكم معنا. شكرا. سلام وهبه، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق واكيد بكل مجالات حياتكم. نحن بنفتخر فيكم كصبايا سوريات اكيد عم يحيوا تراثنا السوري. شكرا شكرا كثير شكرا كثير لكم، موفقين بكل خطواتكم.